مرحبا بكم في برنامج جاهز، معكم الأستاذة ريم خالد دشتي من ثانوية العدان بنات منطقة مبارك الكبير التعليمية. سوف أقوم بمراجعة أهم المواضيع والأسئلة المتوقع ورودها في اختبارات الفصل الدراسي الأول لمادة الأحياء للصف الحادي عشر علمي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد والنجاح. ننتقل الآن إلى درجة الاختبار النهائي. يتكون الاختبار النهائي من 38 درجة. ال 38 درجة عبارة عن 14 درجة أسئلة موضوعية و 24 درجة أسئلة مقالية. نتناول الآن الموضوع الأول الوارد في الكتاب وهو تركيب النبات. طبعا تتكون النباتات من مجموع خضري اللي هي الساق والأوراق والنباتات الساق والأوراق والجذور والأزهار التي تكون عضو التكاثر في معظم النباتات. تتكون الورقة في التركيب الخارجي من النصل، الثغور، العروق وعنق الورقة. هذه هي التراكيب الخارجية التي نراها في الورقة، ومن المطلوب منك عزيز الطالب وعزيزة الطالبة أن تكونين على علم بمفهوم النصل، الثغور، العروق وعنق الورقة. لدينا الآن مجموعة من المصطلحات والأسئلة الوارد ظهورها في الامتحان، وهي الورقة ثنائية الفلقة والورقة أحادية الفلقة. عليك عزيزتي الطالبة وعزيزي الطالب بأن تقارن بين الورقة ثنائية الفلقة والورقة أحادية الفلقة من حيث نوع العروق، فالعروق في ثنائية الفلقة تكون متفرعة وفي أحادية الفلقة تكون متوازية. من الأسئلة التي وردها في الاختبار أيضا التي هي ما هو تكيفات الأوراق البرية وما فائدة هذا التكيف، النصل عندنا الوريقات وعرق الورقة، الفرق بين الورقة البسيطة والورقة المركبة، وهي أن الورقة البسيطة عند العنق لدينا ورقة واحدة أو نصل واحد، أما في المركبة من العنق لدينا أكثر من ورقة. يجب عليك أيضا عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة أن تقارني بين الأوراق المركبة الراحية والأوراق المركبة الريشية، ويجب أيضا أن تكوني على دراية عزيزتي الطالبة وعزيزي الطالب بأمثلة على أنواع الأوراق المركبة سواء كانت راحية أو ريشية. ننتقل إلى الشريحة الثانية وهي الأسئلة الوارد ظهورها في الاختبارات على هذه الجزئية، وهي ما أهمية عنق الورقة وعدد أنواع الأوراق النباتية المركبة. نأتي الآن إلى أيضا عندنا هذه الصورة الواردة في الكتاب، وهي ما هي التكيفات التي قد تطرأ على شجرة الصنوبر، على الصبار وعلى نبات الجرة. فيأتي لك مقارنة عزيزتي الطالبة وعزيز الطالب في الاختبار أن تقارني بين هذه النباتات من حيث نوع التكيف وأهمية هذا التكيف بالنسبة للنبات. ندخل الآن إلى التركيب الداخلي للورقة. تكلمنا عن التركيب الخارجي، أما التركيب الداخلي للورقة فهو عبارة عن أنسجة البشرة والأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية. يرجى مراعاة بأن الأنسجة الوعائية لدينا في النباتات الزهرية والنباتات الزهرية تختلف، ففي النباتات الزهرية الأنسجة الوعائية تتكون من أوعية الخشب والقصيبات، أما في المخروطيات أو اللازهرية تتكون فقط من القصيبات ويغيب عنها أوعية الخشب. الأنسجة أنسجة البشرة تتكون من طبقة الكيوتيكل، نسيج البشرة العليا ونسيج البشرة السفلي. الأنسجة الأساسية التي هي النسيج الوسط العمادي والنسيج الوسطي الإسفنجي. الأنسجة الوعائية التي هي أوعية الخشب واللحاء، مثل ما تناولت عزيز الطالب وعزيزة الطالبة في الصف العاشر سابقا. لدينا هذه الرسمة وهي مهمة جدا، ممكن ورودها في الاختبار، وهي التركيب الداخلي للورقة. لدينا طبقة الكيوتيكل العليا وهي طبقة شمعية تمنع فقد الماء في النبات، البشرة العليا والبشرة السفلى، ونلاحظ بأن البشرة السفلى تحتوي على فتحات تعرف بالثغور، والثغور لها أهمية كبيرة سنتناولها في الشرائح القادمة. لدينا أيضا الأنسجة الأساسية وهي النسيج التي تتكون من النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي. النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي عليك عزيزتي الطالبة وعزيزي الطالب أن تقارني بين أنواع هذه الأنسجة من حيث التركيب
والوظيفة، شكل الخلايا المكونة لهذا النسيج ووظيفة كل نسيج من هذه الأنسجة. نشاهد هنا لدينا الحزم الوعائية التي تتكون من الخشب واللحاء في الورقة، والتي لها دور في جهاز النقل في النبات. من الرسمات أو الأشكال الوارد ظهورها أيضا في الاختبار، وهي أيضا قطاع داخلي لتركيب الورقة، طبقة الكيوتيكل، البشرة العليا، النسيج العمادي، النسيج الإسفنجي والبشرة السفلية. ونلاحظ أن النسيج العمادي عبارة عن خلايا طولية متراصة بجانب بعضها البعض، لا تحتوي على فراغات، بينما النسيج الإسفنجي هي خلايا دائرية غير منتظمة الشكل ويوجد بها فراغات. الفراغ أو الهواء الموجود لدي في النسيج الإسفنجي يتصل مع الهواء عن طريق فتحة الثغر في البشرة السفلية. فالرسمات هذه والأشكال هذه عزيز الطالب وعزيزة الطالبة مهمة جدا، ويأتي عليها الكثير من الأسئلة في الاختبارات. هذه هي الأسئلة التي وردت في الاختبارات السابقة على هذه الجزئية، وهي تعريف النسيج الوسطي العمادي. صح أم خطأ، تتكون الأنسجة الوعائية في الورقة من نسيج عمادي ونسيج إسفنجي؟ طبعا الإجابة خاطئة، فالأنسجة الوعائية تتكون من الخشب واللحاء، أما النسيج العمادي والنسيج الإسفنجي فيكون لدينا الأنسجة الأساسية. السؤال الخامس أيضا لدينا في الاختبار، التي هي ما أهمية طبقة الكيوتيكل؟ طبعا عزيزة الطالبة وعزيز الطالب يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن سؤال ما أهمية ليس بالضرورة أن يأتي كما ورد في الاختبار السابق، فقد يأتي على أجزاء أخرى، مثل ما أهمية طبقة الكيوتيكل، ما أهمية النسيج العمادي، ما أهمية النسيج الإسفنجي، أو ما أهمية الأنسجة الوعائية في الورقة. لدينا أيضا في الورقة قلنا أن السطح السفلي للورقة يكثر بها فتحات تسمى بالثغور. هذه الرسمة توضح التركيب الداخلي للثغور، فيجب عليك عزيز الطالب وعزيزة الطالبة أن تكونين على دراية وعلم بتركيب الثغور من الداخل، التي هي تتكون من فتحة الثغر، خليتان حارستان، تتكون الخليتان الحارستان من جدار داخلي سميك وجدار خارجي أقل سمكا من الجدار الداخلي. آلية فتح وغلق الثغر، يتحكم بآلية فتح وغلق الثغر كمية الماء الموجودة في الخلايا الحارسة التي تؤثر على ضغط الامتلاء في تلك الخلايا. يتحكم في كمية الماء في هذه الخلايا أيضا الظروف البيئية المحيطة كدرجة الحرارة، الرطوبة، وكمية الضوء. عندما يدخل الماء إلى الخلايا الحارسة يزداد ضغط الامتلاء، مما يؤدي إلى انتفاخ الخلايا الحارسة، مما يؤدي إلى شد الجدر الداخلية السميكة للخليتان الحارستان بعيدا واحدة عن الأخرى. أما عند انكماش الخلايا الحارسة أو خروج الماء منها، خروج الماء منها يؤدي إلى انخفاض ضغط الامتلاء على جدر الخلايا، مما يؤدي إلى انكماش تلك الخلايا الحارسة، فتصبح فتحة الثغر ضيقة أو تغلق قليلا لكنها لا تغلق كليا. طبعا اللي لازم نعرفه أن ضغط الامتلاء أو انتقال الماء، جزيئات الماء تنتقل بالإسموزية بآلية النقل التي هي الإسموزية. لدينا أيضا في الكتاب رسمة الثغر وهو مفتوح ورسمة الثغر وهو مغلق، من الرسومات المهمة الموجودة في الكتاب. ما هي العوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على آلية فتح وغلق الثغر؟ من الأسئلة الوارد ظهورها في الاختبارات. مقارنة بين وضع الثغر أثناء عملية البناء الضوئي وأثناء الطقس الجاف أو شديد الرياح. ممكن يأتي لدينا بالعكس، أن وجه المقارنة أثناء عملية البناء الضوئي أو أثناء الطقس إذا كان جاف وحار، أو أثناء الطقس إذا كان بارد وهكذا. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات أيضا، عندما يكون الماء نادرا في النباتات يخرج من الخليتين الحارستين مسببا طبعا زيادة اتساع الثغر، طبعا هذه الإجابة خاطئة، لأن عند خروج الماء تغلق عندك تنكمش الخلايا الحارسة مما يؤدي إلى انغلاق الثغر. ازدياد ضغط الامتلاء، ضغط الامتلاء يزداد عندما تزداد كمية الماء داخل الخلايا الحارسة وليس العكس. طبعا الإجابة الصحيحة هي انخفاض شد الجدر السميكة لهما نتيجة لانكماشها وخروج الماء منها. ننتقل الآن إلى السوق النباتية. أيضا السوق النباتية تتكون عندي من تراكيب خارجية مثل ما نشوف الشكل هذا، وتراكيب داخلية مثل ما تناولنا في الورقة.
ما أهمية السوق النباتية من الأسئلة الواردة في الاختبارات والتي مرت عليك عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة في السابق، وهي بأنها تحمل الأوراق وتوصل الماء والغذاء حيث يمر بها أوعية الخشب واللحاء التي هي الأوعية الناقلة في النبات، وأيضا قد تتحور في بعض النباتات لتخزين الغذاء. تصنف النباتات إلى 4 فئات بناء على شكل الساق وحجمها ونوعها. عدد تلك الأنواع، ما الفرق بين كل من العقدة والعقلة، ويمكن أن نعرف الفرق بينهما في الرسمة المتواجدة لدينا هنا. الفرق بين العقدة والعقلة، حيث العقدة هي موقع التقاء الساق بالورقة، أما العقلة فهي المنطقة الواقعة بين عقدتان. قارن بين نمط البراعم في كل من ساق النعناع وساق نبات دوار الشمس، وهذه معلومة وردت في الكتاب وممكن أن ترد في الاختبار، حيث أن يكون في دوار الشمس بشكل متوازي أو تبادلي، أما في النعناع بطريقة متقابلة. ما هي أنواع السوق المتحورة لتخزين الطعام؟ طبعا هذه الرسمة وايد مهمة، توضح لدي أنواع السوق التي تخزن الطعام ومن أمثلتها التي هي الكورما مثال الدلبوس، بصلة مثال الأمارلس، الرايزوم مثال الزنجبيل، الدرنة مثال البطاطس. نأخذ الآن التركيب الداخلي للساق. طبعا لدي فرق بين ساق تركيب الداخلي في ساق نبات أحادي الفلقة وساق النبتة ثنائية الفلقة. نلاحظ من الرسم الساق حيث تكون الحزم الوعائية هنا بشكل مبعثر، أما في ثنائية الفلقة فتكون عندي حلقة بشكل دائري. طبعا التراكيب الأساسية الموجودة في الرسمة حفظ وممكن أن تأتي في الاختبار. مقارنة الآن بين التركيب الداخلي للجذر والساق. مثل ما نلاحظ الفرق لدي في شكل التراكيب الداخلية، طبعا التراكيب الأساسية هي واحدة، البشرة، الأنسجة الأساسية والأنسجة الوعائية، أما ترتيب هذه الأنسجة داخل النبتة تختلف عندي في الجذر والساق. ففي الجذر مثل ما نلاحظ عبارة عن اسطوانة مركزية يتوزع الخشب واللحاء بنمط تبادلي، هذه هي الاسطوانة الوعائية المركزية، أوعية الخشب في المنتصف تكون لدي أذرع يتبادل معها اللحاء في الأطراف. أما في الساق فالحزم الوعائية تترتب بها اللحاء والخشب، واللحاء نحو الخارج والخشب نحو المركز في الداخل. الأسئلة التي وردت في الاختبارات السابقة على هذه الجزئية، أحد الأجزاء النباتية يعتبر نموه نمطا تكيفيا يتيح لأوراق النباتات التعرض لأكبر قدر ممكن من الضوء، وهي البراعم. عند فحص شريحة مجهرية كيف يمكنك أن تكون قد تعرفت على أن هذه الشريحة هي قطاع عرضي لساق نبات أحادي الفلقة؟ كيف عرفت بأنه أحادي الفلقة؟ مثل ما شفنا بأن الحزم الوعائية تكون بشكل مبعثر. طبعا ممكن أن يأتي السؤال بطريقة ثانية، وهي كيف تعرفت على أن هذه الشريحة لقطاع عرضي لساق نباتي ثنائي الفلقة؟ طبعا ثنائي الفلقة يكون لديك حلقة بشكل دائري توزيع الأوعية الحزم الوعائية، أما في أحادية الفلقة فتكون بشكل مبعثر. ننتقل الآن إلى تركيب الجذور. الجذر هو الجزء من النبتة الذي ينمو تحت سطح التربة. وظيفة الجذور، للجذور وظائف عدة ولكن أهمها وهي امتصاص الماء والعناصر المعدنية من التربة، تثبيت النبات بقوة في التربة. بعض أنواع الجذور تخزن الغذاء الفائض عن حاجة النباتات مثل زميلتها التي هي الساق في النبات. طبعا هناك أيضا العديد من الوظائف الأخرى للجذور، وهي كتثبيت التربة ومنع التصحر.
لدينا هنا مقارنة بين أنواع الجذور، لدينا جذور وتدية وجذور ليفية، وهذه أهم المعلومات الواردة في الكتاب كوجه مقارنة بين الجذر الوتدي والجذر الليفي. مثل ما نشوف في السلايدات بأن أهم وجه مقارنة لديه هي الشكل الخارجي، فالجذر الليفي عبارة عن جذور رفيعة متفرعة كثيرة، أما الجذر الوتدي فعبارة عن جذر سميك واحد مركزي. طبعا لدينا اختلافات أخرى طبعا في التركيب الداخلي ونوع النباتات الموجودة فيها الجذور الليفية والجذور الوتدية. ما أهمية كل من؟ طبعا هذه الرسمة وايد مهمة وتأتي عليها الكثير من الأسئلة في الاختبارات. أول سؤال ممكن اللي هو الرسمة والبيانات اللي عليها. ثاني سؤال ممكن يحددوا لكم جزء من الرسمة ويطلبوا جزء ك. ما أهمية أو ما وظيفة النسيج الإنشائي القمي اللي موجود عندي في الأسفل؟ ما أهمية أو ما وظيفة قلصوة الجذر الموجودة عندي في الأسفل؟ ما أهمية وما وظيفة بشرة الجذر؟ ما أهمية منطقة التمايز؟ ما أهمية الشعيرات الجذرية الماصة في الجذر؟ نشوف الحين معنا مقارنة بين قطاع عرضي لجذر في نبات أحادي الفلقة ونبات ثنائي الفلقة. أحادي الفلقة مثل ما نشوف إن الاسطوانة الوعائية موجودة عندي في المنتصف، ولكن لدي نخاع في المنتصف يتكون من مجموعة من الخلايا البرانشيمية. نشوف معانا أنسجة الخشب واللحاء، الخشب موجودة في الداخل واللحاء يحيط فيه من الخارج. أما في الجذر الموجود عندي في نبات الفلقة فمثل ما نلاحظ عبارة عن قلب مصمت من أوعية الخشب، وتؤلف أوعية الخشب الذرع بالتبادل مع اللحاء. هذه هي المعلومات التي سبق وقلتها. نشوف الحين الأسئلة التي وردت في الاختبارات السابقة. السؤال الأول: تؤدي بشرة الجذر دورا مزدوجا، وظيفة بشرة الجذر. مقارنة بين الجذر الوتدي والجذر الليفي. طبعا هذه الرسمة اللي قلنا إنها مهمة وممكن تأتي في الاختبار وقد وردت في الاختبار السابق. الشكل الذي أمامك يمثل تركيب الجذر. رقم واحد يشير إلى الجذيرات الشعرية الماصة، رقم اثنين يشير إلى النسيج الإنشائي القمي. ممكن يأتي السؤال بصورة أخرى وهي: ما وظيفة التركيب رقم واحد؟ أو ما أهمية التركيب رقم اثنين؟ ندش الحين في درس الأزهار والبذور. الأزهار والبذور والثمار. ما المقصود بكل من الأسئلة التي قد ترد في الاختبارات وهي: ما المقصود بالزهرة؟ التلقيح، الإخصاب، البذرة، الثمرة. قد تأتي أسئلة أخرى وهي: قارن بين التلقيح والإخصاب، أو ما الفرق بين البذرة والثمرة وكيف نميز بينهما؟ ما هي طرق انتقال حبوب اللقاح؟ من الأسئلة الواردة في الاختبارات. من الأسئلة التي أتت في الاختبارات السابقة هي: ما المقصود بالتلقيح؟ ندش الحين على فصل التغذية في النبات، وهو من الفصول المهمة والتي يأتي عليها الكثير من الأسئلة في الاختبارات. التغذية في النباتات: النباتات من الكائنات ذاتية التغذية. لدينا كائنات ذاتية التغذية وكائنات غير ذاتية التغذية. طبعا الكائنات غير ذاتية التغذية تعتمد في تغذيتها أو في غذائها على النباتات ذاتية التغذية. ما المقصود بعملية البناء الضوئي وأين تحدث؟ طبعا عملية البناء الضوئي هي العملية التي تحدث في النباتات، وبالتحديد داخل البلاستيدات الخضراء الموجودة داخل النباتات. تقوم البلاستيدة بامتصاص طاقة ضوء الشمس وتحويلها من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية تخزن في الرابطة التساهمية في سكر الجلوكوز. علل عملية البناء الضوئي تعتبر القاعدة الأساسية للحياة، فلولاها لما استمرت الحياة. ففي تلك
العملية عملية البناء الضوئي ينتج لدي سكر الجلوكوز الذي يعتبر الغذاء الأساسي للنباتات والكائنات غير ذاتية التغذية، وأيضا في هذه العملية كناتج من نواتجها ينتج عندي الأكسجين الذي هو مهم وضروري في عملية التنفس لجميع الكائنات الحية. عدد الكائنات القادرة على القيام بعملية البناء الضوئي، وهي النباتات التي تحتوي على صبغات لها القدرة على امتصاص الطاقة الضوئية. من هذه الكائنات التي هي النباتات الخضراء، الطحالب وحيدة الخلية، والبكتيريا الزرقاء. طبعا هذه النقطة وايد مهمة وهي تناولتها سابقا، بأن الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية مختزنة في الروابط الموجودة في سكر الجلوكوز. وطبعا مثل ما احنا عارفين ان سكر الجلوكوز هو عبارة عن المركب الاساسي التي تستبد منه الخلايا وتستفيد منه في تكوين الـ ATP، مركبات الطاقة في الخلية التي هي الادينوزين تراي فوسفيت، ادينوزين ثلاثي الفوسفات. تركيب البلاستيدة، البلاستيدة من العضيات الحية الموجودة في الخلية والتي لها أهمية كبيرة، ولكي نتعرف على آلية البناء الضوئي يجب أن يكون على دراية بتركيب البلاستيدة الداخلي وأين تتم هذه الآلية بالضبط. هذه الرسمة وايد مهمة، تهيلك أجزائها أو يهيلك أجزائها في الاختبارات، وما وظيفة كل جزء من هذه الأجزاء، وما المقصود بكل جزء من هذه الأجزاء. طبعا في سؤال يتكرر في الاختبارات وهو: علل تبدو معظم النباتات باللون الأخضر، ليش كل النباتات تبدو باللون الأخضر أو معظمها تبدو لدي باللون الأخضر؟ لأن النباتات داخل البلاستيدات تحتوي على صبغات أهمها الكلوروفيل والكاروتين، أما أكثرها وفرة التي هي الكلوروفيل، كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء الموجودان لدينا في البلاستيدات، وهما يمتصان الألوان الأزرق والأحمر والبنفسجي من الطيف المرئي للضوء، ولكن يعكسون اللون الأخضر، ولذلك نتيجة لعكس من اللون الأخضر فتبدو النباتات باللون الأخضر عندما نراها. ندش الحين على آلية البناء الضوئي. آلية البناء الضوئي تحدث بآليتين أو عمليتين متتاليتين، الأولى منها هي التفاعلات الضوئية، وسميت بالضوئية لاعتمادها على الضوء، فلا تحدث بدون وجود الضوء. أما الأخرى فهي التفاعلات اللاضوئية، وهي التي تحدث بغياب الضوء. تختلف التفاعلات الضوئية واللاضوئية طبعا غير التسمية بمكان حدوث هذه التفاعلات ونتائج كل تفاعل من هذه التفاعلات. فالتفاعلات الضوئية، في التفاعلات الضوئية يمتص الكلوروفيل الضوء في الجرانة، في الجرانة اللي موجود عندي داخل البلاستيدة، ويعمل على انشطار جزيئات الماء إلى أيونات هيدروجين وإلكترونات وغاز الأكسجين، ويتكون في هذه المرحلة لدي اللي هو جزيء الـ ATP والناد BH. عند تكون الـ ATP والناد BH في التفاعلات المعتمدة على الضوء داخل أقراص الجرانة، هذه النتائج سوف أحتاجها في التفاعلات اللاضوئية. ففي التفاعلات اللاضوئية سوف أستخدم المركبان الناتجان من التفاعلات الضوئية لاختزال ثاني أكسيد الكربون و تكوين سكر الجلوكوز. طبعا راح استخدم ثاني اكسيد الكربون لتكوين سكر الجلوكوز بالاضافه الى الهيدروجين الذي انشطر عندي من الماء في التفاعلات الضوئيه. طبعا هذه عندي التفاعلات الضوئيه التي تحدث في اغشيه الجرانا الموجوده داخل النباتات والبلاستيدات. طبعا هذه الرسمة وايد مهمة وتي عليها أسئلة، والقسم الأكبر من الأسئلة في التغذية بالنبات تأتي على هذه الجزئية. فهذه الرسمة وايد مهمة، لازم نعرف مكوناتها اللي هي النظام الضوئي الثاني، النظام الضوئي الأول مما يتكون سلسلة نقل الإلكترونات، أنزيمات خاصة لاقتناص الطاقة الضوئية وصبغات خاصة لاقتناص الطاقة الضوئية، أنزيمات تعمل على انشطار الماء في النظام الضوئي الثاني. عند انشطار جزيئات الماء سوف تنشطر إلى أكسجين يتصاعد إلى الهواء الخارجي، وأيونات هيدروجين موجبة الشحنة، وإلكترونات عالية الطاقة تنتقل خلال سلسلة نقل الإلكترونات إلى
النظام الضوئي الأول. يحدث نفس الشيء في النظام الضوئي الأول، صبغات الكلوروفيل تعمل على اقتناص الطاقة الضوئية التي تعمل على تحويل الناد بي إلى ناد بي اتش. يتكون عندي هنا مكون الناد بي اتش، وأيضا لدي هناك اللي هو انزيم تصنيع الاي تي بي الذي يعمل على تصنيع الاي تي بي. طبعا لازم نعرف أن كل مكون من هذه المكونات اللي موجودة في هذه الرسمة ممكن أنها تأتي بالاختبار في صيغة ما أهمية، ما وظيفة أو ما دورها، أو ماذا تتوقع أن يحدث. يعني ممكن يك سؤال، ماذا تتوقع أن يحدث عند اقتناص الطاقة الضوئية في النظام الضوئي الثاني؟ ماذا تتوقع أن يحدث عند اقتناص الطاقة الضوئية في النظام الضوئي الأول؟ ماذا يحدث في أنزيم تصنيع الـ ATP؟ أو كيف يستطيع أنزيم تصنيع الـ ATP تصنيع الـ ATP وما هو العامل المساعد اللي هو تدفق الهيدروجين؟ أيضا لازم نلاحظ بأن الهيدروجين عند انشطار الماء الغشاء يعمل على تركيز أيونات الهيدروجين في التجويف الداخلي للثايلوكويد، فينشحن عندي بشحنة موجبة. السؤال هذا ممكن يعلي لي في الاختبارات. هذه الرسمة وايد مهمة وتي عليها أسئلة في الاختبارات. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من البناء الضوئي التي هي التفاعلات التي لا تعتمد على الضوء وتتركز بشكل أساسي على ثاني أكسيد الكربون، حيث يختزل ثاني أكسيد الكربون إلى سكر الجلوكوز. في هذه العملية تسمى هذه الدورة بدورة كالفن، ويأتي سؤال في الاختبار علل سبب تسمية هذه الدورة بدورة كالفن. أيضا يجب أن نعرف أسامي المركبات المتكونة هنا لدي. تبدأ بست جزيئات من خماسي ذرات الكربون يتحول إلى ثلاثي ذرات الكربون، وكيف يعود مرة أخرى إلى خماسي ذرات الكربون. كل جزء من هذه الأجزاء وايد مهمة. النتائج المترتبة على دورة كالفن وايد مهمة. عدد جزيئات ثاني أكسيد الكربون الداخلة في هذه الدورة، و كمية الطاقة المستهلكة لإتمام هذه الدورة، عدد جزيئات الـ ATP 12 هني، كم ناد بي اتش أنا استهلكت، كم فاد أنا استهلكت. هذه الأسئلة كلها ممكن تأتي في الاختبارات. طبعا هذه العملية كانت كلها البناء الضوئي، التفاعلات الضوئية ولا ضوئية كانت على أساس أن أنا أصنع سكر الجلوكوز. الحين أبي أعرف في ماذا يستخدم هذا السكر. طبعا في نقاط مهمة جدا في الكتاب وردت، وهي كيف نستهلك السكر داخل النبات وما هو استهلاكها في الكائنات غير ذاتية التغذية كالإنسان والحيوان. نأتي الآن إلى العوامل أو أهم العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي، وهما الضوء، الماء، ثاني أكسيد الكربون، ووفرة الكلوروفيل في النبات. الضوء، طبعا كلنا نعرف أن الضوء أو طاقة الشمس هو عبارة عن كمية الضوء أو الطاقة التي نستخدمها لصنع سكر الجلوكوز. لدينا هنا مصطلح مهم جدا وهو نقطة التعويض، وهو من المصطلحات الواردة في الاختبار، وهو يعني كمية السكر أو الجلوكوز التي يستهلكها النبات للقيام بالوظائف الحيوية داخل جسمه. طبعا مثل ما نشوف الحين نقطة التعويض، عندما تكون كمية السكر المنتجة تساوي كمية السكر المستخدمة، يقصد بهذه الجملة كمية السكر المتكونة في عملية البناء الضوئي. عندما تساوي كمية السكر المستخدمة في الآليات الحيوية في جسم النبات، في هذه الحالة لا توجد طاقة مفقودة أو مكتسبة، فهما متساوين، المنتج يساوي المستهلك. أما عندما تكون كمية السكر المنتجة في عملية البناء الضوئي أكبر، كميتها أكبر من كمية السكر المستخدمة التي تحتاجها النباتات، طبعا هنا نكون اكتسبت طاقة، كمية السكر تكون كبيرة وفائضة. أما عندما تكون كمية السكر المنتجة في عملية البناء الضوئي أقل، تكون كميتها أقل من حاجة النبات، ففي هذه الحالة تكون فقدت طاقة، فهي محتاجة إلى كمية سكر أكبر لكي تستطيع الحصول على طاقة. إني حق الماء، طبعا عامل الماء عامل مهم في النبات، ولدينا العالم اللي هو تجربة العالم فان هلمت الموجودة في الكتاب. طبعا لازم نعرف ما هي خطوات التجربة التي قام بها العالم فان هلمت، الملاحظة التي لاحظها وسجلها، الاستنتاج ما هو استنتاجه، ولماذا كان على درجة لم يكن على درجة كبيرة من الصواب
في نتائجه، فقد أهمل لدي بعض النقاط عند تسجيل الملاحظات وعند وضع استنتاجه، فقد كانت التجربة كلها قائمة على كمية الماء الموجودة في التربة، ولكنه أهمل باقي العوامل مثل عندنا كمية ثاني أكسيد الكربون الموجودة في الهواء وباقي العناصر. إن يحك ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون قام العالم جان سانبيير بتجربة، ومن المهم جدا أن نعرف خطوات هذه التجربة التي قام بها، أهم الملاحظات التي سجلها هذا العالم، وما هو الاستنتاج الذي قام به. طبعا لازم نعرف ما العامل الناتج الذي أسماه سانبيير بالهواء النقي، مثل ما نشوف لما وضع عندي الأنبوبة الاختبار ووضع نبتة عندي داخل الأنبوبة في ماء وكان موجود عندي هنا عامل ثاني أكسيد الكربون، أنتجت النبتة بما أسماه الهواء النقي الذي كان يقصد به الأكسجين. أما عندما وضع النبتة داخل ماء لا يحتوي على ثاني أكسيد الكربون فلم تنتج الأكسجين. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات على هذه الجزئية: أثناء التفاعلات الضوئية يكون السطح الداخلي لغشاء الثايلاكويد مشحونا بشحنة موجبة؟ طبعا هذا السؤال أنا تناولته من ساعة. تمتص أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر ولذلك تبدو معظم النباتات خضراء اللون. طبعا تمتص أصباغ الكلوروفيل الضوء الأخضر، هذه الإجابة أو الجملة خاطئة، فهي تعكس أصباغ الكلوروفيل ولا تمتصه. العالم الذي أجرى تجربة تبين أهمية غاز ثاني أكسيد الكربون كان العالم جان سانبيير. طبعا هذه من الرسمات التي وردت في الاختبارات السابقة، وهي التفاعلات الضوئية والتفاعلات اللاضوئية دورة كالفن، فمن المهم لدينا أن نعرف أسامي هذه التفاعلات ومكان حدوث كل واحد من هذه التفاعلات، المواد الداخلة والمواد الناتجة في هذا التفاعل. العوامل المؤثرة في عملية البناء الضوئي يحدد في الاختبار في بعض المرات كمية النقاط التي سوف تكتب، وفي بعض المرات لا، المفروض أن نكون عارفين كل النقاط هذه. السليلوز نباتات، ما أهمية السليلوز في النباتات؟ وهو مكون أساسي يتكون منه الجدار الخلوي ويعطي النباتات القوة والصلابة والدعم. مقارنة بين النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني، يقصد به النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني في الإجرانة التفاعلات الضوئية، وهنا المقارنة للنظام الضوئي الأول والثاني الموجود في التفاعلات الضوئية فقط، فلازم نعرف النتائج في النظامين. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات: تبدو معظم النباتات باللون الأخضر لأن أصباغ الكلوروفيل تمتص الضوء الأخضر، هذه إجابة خاطئة فهي تعكسها ولا تمتصها، وتكرر السؤال في الشريحة السابقة. يعتبر السليلوز أكثر المواد وفرة تنتجها النباتات الحية، وهذا المصطلح أو الإجابة صحيحة. من الأسئلة التي وردت أيضا: اذكر نواتج التفاعلات الضوئية اللازمة لحدوث التفاعلات اللاضوئية. هذه الرسمة تكررت عندنا في اختبارين فأنا حطيتها علشان أنبهكم لأهميتها. طبعا مثل ما نشوف اطلبوا من عندنا رقم 1 دورة كالفن، رقم 2 كانوا طالبين النتائج الموجودة عندي من دورة كالفن اللي هو تكون الجلوكوز. نقطة تعويض مصطلح ورد في الاختبار السابق. أيضا لدينا الرسمة هذه وايد مهمة وكررت السؤال هذا مرة ثانية، اللي هو التفاعلات الضوئية اللي موجودة عندي على غشاء الجرانة. ما أهمية، طبعا السؤال الأول، ما هو مصدر أيونات الهيدروجين؟ طبعا انشطار الماء الـ H2O، الهيدروجين قادم من انشطار الماء. ما أهمية الإلكترونات عالية الطاقة المنطلقة من جزيئات الكلوروفيل في النظام الضوئي الثاني؟ طبعا مثل ما شوف تزود سلسلة نقل الإلكترونات بالطاقة اللازمة للنقل النشط لأيونات الهيدروجين لشحن الغشاء الداخلي للجرانة بالشحنة الموجبة. خلصنا كذي فصل التغذية في النبات والتفاعلات الضوئية واللاضوئية في عملية البناء الضوئي. انتشر الحين على فصل النقل في النبات. النقل في النبات ما
من المهم جدا أن أعرف مصطلح ضغط الامتلاء، وقد تناولته في آلية فتح وغلق الثغر قبل قليل. حرق الجذور، ما المقصود بمصطلح حرق الجذور؟ مصطلح حرق الجذور يقصد به هو عند زيادة كمية الأملاح الموجودة والمواد وشوارد المعادن الموجودة لدي في التربة، فهذا سوف يؤدي إلى انتقال جزيئات الماء من داخل الجذر إلى الخارج إلى التربة، مما يؤدي إلى موت النباتات. بروتينات ناقلة نشطة، هذه البروتينات تكون موجودة لدي في منطقة الجذور، وهي لها أهمية كبيرة في النقل النشط. نشوف مع بعض الرسمة هذه، الرسمة هذه وايد مهمة وتينا في الاختبارات، اللي هي الممرات التي ينتقل عبرها الماء في الجذر. مثل ما نلاحظ في عندنا هذه هي الأوعية الوعائية، أوعية الخشب واللحاء، منطقة القشرة والشعيرات الجذرية الماصة في منطقة البشرة. طبعا وايد مهم عندنا هنا ان نعرف ما هي وظيفة شريط كاسبي اللي يغلف عندك طبقة البشرة الداخلية. من الأسئلة أيضا اللي ممكن إنها أتي في الاختبارات عندنا، اللي هي نوع الممرات عندنا، ممر خارج خلوي، الممر الخلوي الجماعي، والممر عبر الغشائي. طبعا لازم نعرف طريقة انتقال الماء في هذه الممرات الثلاث، وهل هي بحاجة إلى طاقة، وما آلية النقل التي تستخدمها هذه الممرات. طبعا هذا أو هذه الرسمات وايد مهمة وممكن ترد لديك في الاختبار. نشوف مع بعض الحين مفهوم الضغط الجذري. الضغط الجذري هو نقطة انطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي. ما أهمية الكائنات المحللة كفطر الميكرويزا الموجود في النباتات؟ فطر الميكرويزا يقوم بعلاقة تفاعلية مع جذر النباتات، فهو يقوم بإفراز أنزيمات تحلل المواد الموجودة عندي في التربة لتزيد من خصوبتها. أما النبات أو الجذر في المقابل يعطي هذا الفطر الغذاء الذي هو سكر الجلوكوز. نشوف الحين النظرية الثانية لانتقال الماء، وهي الخاصية الشعرية، عمود متواصل من الماء. تعتمد هذه النظرية على خواص الماء، والماء لديه خواص تماسكية وتلاصقية. خواص الماء، طبعا مثل ما نعرف ان الماء له خواص، فجزيئات الماء تكون متلاصقة ببعضها البعض، لها القدرة على التماسك والشد، فجزيئات الماء تشد بعضها البعض وتكون ملتصقة بجدر أوعية الخشب داخل النباتات. نشوف مع بعض الشد النتحي. على ماذا تعتمد عملية الشد النتحي؟ وهو تحرك الماء خارج الأوراق من خلال الثغور خلال عملية التبخر والنتح، بشد الماء صعودا خلال خشب في الجذور وحتى من التربة. مثل ما نشوف تعتمد هذه النظرية على الفرق في جهد الماء بين خلايا النبات والتربة وخلايا النبات والهواء الخارجي. ضبط النتح، طبعا تكلمنا من قبل في آلية غلق وفتح الثغور. نشوف الحين عملية النتح كيف يتم التحكم بها. التحكم في عملية فتح الثغور وغلقها يتأثر بوجود انحدار في جهد الماء بين الخلايا الحارسة والخلايا المحيطة. ينتج هذا الانحدار نتيجة للنقل النشط لأملاح البوتاسيوم. لذلك في الصباح تقوم الخلايا المحيطة لدي في الخلايا الحارسة وتقوم الخلايا الحارسة بآلية النقل النشط لأيونات البوتاسيوم، فتدخل لدي كمية كبيرة، تقوم بنقل النشط لكمية كبيرة من أيونات البوتاسيوم إلى داخل الخلايا الحارسة، فيعمل على انتقال الماء بالإسموزية من الخلايا المحيطة إلى داخل الخلايا الحارسة، مما يؤدي إلى امتلاءها وزيادة ضغط الامتلاء فيها، وتبدأ عندي الخلايا الحارسة بالابتعاد عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى فتح الثغر. أما في فترة المساء أو أثناء الظروف المناخية الصعبة، فتبدأ لدي الخلايا الحارسة بنقل أيونات البوتاسيوم مرة أخرى إلى الخلايا المجاورة أو المحيطة بها، مما يؤدي إلى انتقال الماء بالإسموزية من الخلايا الحارسة إلى الخلايا المحيطة في الخارج.
هذا لديه مقارنة للثغور وكيف تقفل وتفتح أثناء الظروف المختلفة. نشوف مع بعض الحين، تكلمنا في الآليات السابقة عن انتقال جزيئات الماء، نتكلم الحين عن انتقال العصارة الناضجة في اللحاء. مثل ما نشوف ان اللحاء يتكون من خلايا غربالية. طبعا النبات يتكون من المجموع الخضري الموجود على سطح التربة والمجموع الجذري الموجود اسفل التربة. تعتبر الأوراق هي مراكز صنع الغذاء في النبات، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من صبغة الكلوروفيل التي تقوم بآلية البناء الضوئي. لدينا أيضا في الجذور تعتبر خلايا مصرف أساسية، أما الأوراق فتعتبر خلايا منبع أساسية. طبعا لازم نعرف كيف تقوم النباتات أو خلايا اللحاء بنقل العصارة الناضجة إلى أوعية اللحاء، ومنها صعودا وهبوطا. طبعا اللي لازم نعرفه أن في الأوراق يصنع الغذاء، فتنتقل عن طريق أوعية الخشب إلى النبات صعودا في القمم والبراعم ونزولا في الجذور، لأن مثل ما قلنا الجذور تحتاج إلى طاقة البروتينات الناقلة النشطة التي تعمل على نقل المواد الموجودة عندي في التربة إلى داخل الجذر حتى تستطيع زيادة كمية الماء فيها وامتصاص الماء. أما الجذور عندنا هني فهي تنقل الماء من الأسفل إلى باقي أجزاء النبات، إذن اتجاه الماء من الأسفل إلى الأعلى، أما اتجاه المواد الغذائية فيكون صعودا أو هبوطا. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات على هذه الجزئية: آلية تعتبر نقطة الانطلاق لتحرك الماء داخل الجهاز الوعائي الضغط الجذري، استمرارية وجود عمود الماء داخل أوعية الخشب المتصلة. طبعا هنا عندنا علل لوجود تماسك بين جزيئات الماء والتلاصق بين جدران الأوعية الخشبية، طبعا هذه اللي هي خواص الماء. ثانيا، الشكل الذي أمامك يوضح طريقة انتقال الماء من التربة للجذور لتصل إلى الأنسجة الوعائية، والمطلوب تتطلب عملية النقل النشط للمعادن تأمين غاز الأكسجين إلى خلايا الجذور بكمية كافية بالإضافة إلى السكريات. ما أهمية شريط كاسبري؟ يمنع مرور، طبعا أهمية شريط كاسبري اللي هو يمنع مرور الماء عبر الممر الخارج خلوي. أيضا عندنا من الأسئلة التي وردت في الاختبارات اللي هي الرسمة اللي موجودة عندي التي توضح انتقال العصارة الناضجة في أوعية اللحاء. اكتب البيانات التي تشير إليها الأرقام التالية: خلايا المنبع، الأنابيب الغربالية، وعندنا هني في الأسفل راح تكون خلايا المصرف. طبعا لازم نعرف أوعية اللحاء وأوعية الخشب، آلية انتقال المواد بينها، وأهمية الماء وأوعية الخشب في هذه المهمة. من الأسئلة أيضا التي وردت في الاختبارات: علل يموت النبات عند زيادة كمية السماد المضاف إليه، طبعا يقصدون فيها نفس مصطلح حرق الجذور. الكائنات المحللة بالنسبة إلى النباتات، ما أهمية هذه الكائنات؟ ويقصدون فيها مثال مثل فطر الميكرويزا، مثل ما قلنا لها أهمية كبيرة في تحليل المواد الموجودة عندي في التربة والكائنات الموجودة فيها لزيادة خصوبة التربة وزيادة الأملاح والمعادن في التربة لكي يستفيد ويسهل على الجذر امتصاصها من التربة. أيضا لدينا من الأسئلة التي وردت في الاختبارات مقارنة بين طريقة انتقال الماء والأملاح في الممر الخارج خلوي وفي الممر الخلوي الجماعي. البروتينات الناقلة النشطة ما هي أهميتها؟ من الأسئلة التي وردت في الاختبارات. صح أم خطأ يعتمد ضغط الامتلاء على الماء؟ دش الحين على فصل التكاثر الجنسي في النباتات. من المصطلحات المهمة اللي هي مصطلح الأزهار، وظيفتها فهي لها عضو التكاثر. لازم نعرف ما هي تراكيب الأزهار التكاثرية وما هي التراكيب العقيمة. التراكيب التكاثرية
وهي المسؤولة عن إنتاج حبوب اللقاح والبويضات والعقيمة التي لها أهمية ووظائف أخرى مثل حماية الزهرة أو طبعا في عندي مفهوم الزهرة الكاملة والزهرة الناقصة. الزهرة الكاملة هي التي تحتوي على التراكيب الأنثوية والذكرية، أما الناقصة فهي التي تحتوي إما على ذكرية أو أنثوية. طبعا في عندنا أمثلة في الكتاب واردة، حفظها لأنها ممكن تأتي مقارنة في الاختبارات. مع بعض مراحل تكون حبوب اللقاح، من المهم جدا في هذه الرسمة أن نعرف نوع الانقسام في المرحلة الأولى ونوع الانقسام في المرحلة الثانية، عدد الخلايا الناتجة وتركيب كل خلية أو كل حبة لقاح من حبوب. أما هنا عندنا في هذه الرسمة اللي هي مراحل تكون البويضة، نفس الشيء لازم نعرف أين يتم تكون البويضة داخل المبيض طبعا، ولازم نعرف المراحل اللي تمر فيها تكون البويضة، لازم نعرف نوع الانقسام الأول ونوع الانقسام في المرحلة الثانية. شوف مع بعض الصفحة اللي بعدها، تمثل عندي هذه الرسمة عملية التلقيح والإخصاب. طبعا التلقيح تحدث قبل الإخصاب، التلقيح اللي هي هبوط حبوب اللقاح على الميسم، أما الإخصاب فهو اتحاد الخلية الذكرية مع الخلية الأنثوية اللي هي البيضة داخل المبيض. ولازم نعرف إن إحنا مثل ما شفنا في الرسمة السابقة إن داخل المبيض لدي ثلاث خلايا أنثوية، أما عندي حبة اللقاح فتحتوي على خليتين ذكريتين، واحدة منهم اللي هي التوالدية التي تنقسم في الأنبوبة في طريقها إلى داخل المبيض. النواتين الذكريتين اللي موجودين عندي هنا، واحدة منهم راح تلقح عندي النواتين القطبيتين فتكون عندي نسيج يسمى بنسيج سويداء البذرة اللي هو الإندوسبيرم، اللي راح يتكون عندي من ثلاث خلايا 3N. نشوف مع بعض هني عندي اللي هو الانبات. طبعا الانبات في النبات في عندي مراحل الانبات لازم نعرفها كلها، لازم اعرف كل مرحله من هذه المراحل ماذا يحدث بالضبط داخل النبات. من الاسئله الوارده في الاختبارات على هذه هي عدد طرق انتشار البذور، عدد مراحل الانبات في النبات، وما هي العوامل البيئيه المؤثره في عمليه الانبات. اللي لازم نعرف بعد اللي هو مدى تاثير كل عامل من تلك عامل في عملية الإنبات، فهو سؤال ممكن يتوارد في الاختبار، مثل ما أهمية الماء في عملية الإنبات، ما أهمية الضوء، ما أهمية ثاني أكسيد الكربون. العوامل الموجودة عندي هنا لازم أعرف بالضبط وظيفة أو دور كل عامل من هذه العوامل في عملية الإنبات. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات مقارنة بين بذور الحمص والجزر من ناحية الاحتياج للضوء، مثل ما قلنا هذه من العوامل المؤثرة في عملية الإنبات. الزهرة الكاملة تعريفها عندنا هني، يتكون نسيج سويداء البذرة من خلايا ثلاثية المجموعة الكروموسومية. طبعا علل ما سبب وجود خلايا ثلاثية الكروموسومية، بسبب تخصيب النواة الذكرية 1N للنواتين القطبيتين 2N فيتكون عندي نسيج 3N. مصطلح الأزهار، اختياري تنتج حبة اللقاح عن، طبعا هني انا اقدر ان انا استبعد الخطأ اللي هو انقسامين ميوزيين متتاليين، خطأ يبدأ ميوزي وينتهي ميتوزي. عندنا ايضا انقسامين ميتوزيين متتاليين، خطأ انقسام ميتوزي يتبعه انقسام ميوزي، طبعا خطأ لان العكس هو ميوزي اول بعدين ميتوزي. الاجابة الصحيحة اللي هي انقسام ميوزي يتبعه انقسام ميتوزي. من الأسئلة أيضا ما أهمية الماء لعملية الإنبات؟ الزهرة الناقصة، مفهوم الزهرة الناقصة، الشكل اللي أمامي اللي هي مراحل تكون حبوب اللقاح من الرسومات والأشكال المهمة اللي تأتي في الاختبار. ندش الحين على فصل الأنماط الوراثية ومبادئ علم الوراثة، وهو من الفصول المهمة جدا في أسئلة في الاختبارات. طبعا مؤسس علم الوراثة اللي هو العالم غريغور مندل، بما تميزت ما نجح هو بينما فشل الكثير غيره في ذلك الزمان. طبعا هذه من الأسئلة المهمة التي في الاختبارات. علل اختيار مندل لنبات البازلاء، ما سبب اختيار مندل لنبات البازلاء ولماذا كان موفقا. طبعا لازم أعرف خصائص، ممكن السؤال بشكل ثاني اللي هي عدد خصائص نبات البازلاء.
كيف تأكد مندل من حصوله على نباتات تميزت بنقاء الصفة؟ طبعا لازم نعرف أنه عن طريق التلقيح الذاتي وتركها تتلقح ذاتيا لعدة أجيال حتى يتأكد من نقاء الصفة. كيف تأكد مندل من حصوله على نباتات تتميز بنقاء الصفة؟ طبعا هذا أيضا من الأسئلة التي تأتي في الاختبارات. كيف تأكد مندل من حدوث التلقيح الخلطي لزهرة البازلاء ومن حدوث التلقيح الذاتي؟ طبعا في عندي صورة لهذه النقطة موجودة في الكتاب أثناء قطعة للإستياء، الصورة موجودة في الكتاب. ما هي ملاحظات مندل وهل جاءت هذه الملاحظات مثل ما توقع؟ طبعا هذه نقاط كلها موجودة عندنا في الكتاب، اللي هي حصوله على صفة ظهرت في الجيل الأول واختفت صفة أخرى لأحد الآباء، الجيل الثاني حصل على صفة الآباء الصفتين موجودين اللي هي الصفة اللي اختفت ظهرت في الجيل الثاني بنسبة 3:1 بالنسبة للصفة التي اختفت عندنا. طبعا هذه كلها الملاحظات اللي انتجت مع حفظ، ولازم تعرفون ما سبب ظهور هذه الملاحظات. طبعا مثل ما نعرف عندنا اللي هما الآباء، طبعا لازم نعرف ان في الوراثة اللي هو لازم انا اعرف التركيب الجيني للآباء، نوع الانقسام، كيفية تكون الأمشاج. طبعا كلنا نعرف ان الأمشاج تتكون عن طريق الانقسام الميوزي للخلايا وليس الميتوزي، فالانقسام الميوزي هو الذي يعطيني الأمشاج في الأخير سواء كانت أنثوية أو ذكرية، ولازم أعرف الآباء. والرسمات هذه من الرسمات مهمة. طبعا مثل ما نشوف هو اختار أبوين نقيين في الجيل الأول، مثل ما قلنا تأكد من نقاء الصفة، اختار أحدهما يحمل الصفة والثاني يحمل الصفة المضادة لهذه الصفة كاختيارة لنباتات طويلة تول، فخذينا تي كابتل تي كابتل، نباتات قصيرة عطيناهم تي سمول تي سمول، وزاوجهم وشاف في عندي الجيل الأول نباتات الجيل الأول يحملون صفة أحد الأبوين اللي هو الطول، أما في الجيل الثاني فظهرت عندنا صفة أحد الأبوين التي اختفت في الجيل الأول ولكنها ظهرت في الجيل الثاني اللي هو القصر. من الأسئلة اللي ممكن تجي في الاختبارات اللي هي الصفات السبع اللي درسها مندل، شكل البذرة، لون البذرة، شكل القرن، لون القرن، الصفات كلها ممكن تجي في الاختبار. لازم تعرفون بعد الصفات هذه منها السائد اللي يظهر على نباتات الجيل الأول، ومنها المتنحي اللي يظهر في ربع الجيل الثاني. وطبعا لازم نعرف النسبة، طبعا النسبة مو حفظ ولكن لازم نعرف ان طويل الى قصير تكون النسبة في الجيل الثاني 3:1، مثلا عندنا منتفخ الى محزز بالنسبة لشكل القرن يكون تقريبا 3:1، الرقم نفسه مو حفظ ولكن النسبة هي الحفظ. المفاهيم الوراثة الواردة في هذا الفصل مثل الصفات الوراثية، علم الوراثة، الجينات، الصفة المتنحية، الصفة الهجينة، الصفة السائدة، الصفة النقية، الأليل المتنحي والأليل السائد. تعريف الأليلات أيضا من المصطلحات عندي اللي هو الأليلات، الفرد النقي أو متشابه اللاقحة، الفرد الهجين أو الخليط أو متباين اللاقحة، التركيب الجيني، التركيب الظاهري، والنظرية الكروموسومية في الوراثة. طبعا هذه عندنا كلها مصطلحات ممكن تأتي في الاختبارات. القانون الأول لمندل، لازم نعرف أن القانون الأول لمندل اللي هو قانون الانعزال، اللي هو انعزال عندي زوج الجينات عن بعضهما البعض أثناء تكون الأمشاج في الانقسام الميوزي. المسائل الوراثية علشان أقدر أحلها في الاختبارات لازم أعرف أن أنا أكون عندي مربع بانت، طبعا أحدد في البداية التركيب الجيني للآباء، لازم أعرف الأب الأول والأب الثاني تركيبهم الجيني علشان أقدر بعدين أوزع الأمشاج وأسوي مربع بانت. طبعا كذي أحدد الأبوين، أحدد التركيب الجيني للأب الأول والتركيب الجيني للأب الثاني. طبعا أنا هني اخترت نفس الصورة اللي موجودة في الكتاب اللي هو يتكلم عن صفة لون البذرة يلو، فعطى الصفة السائدة اللي هي الأكثر
آسفة، الصفة السائدة الأكثر ظهوراً عطاها واي كابيتال، والصفة الأقل ظهوراً اللي هي الخضراء عطاها الواي سمول. اختار عندي هني إن الآباء اثنينهم يكونون شنو؟ متبايني اللاقحة، هجين، فيحتوون على أليلين أو جينين مختلفين، أحدهما سائد والآخر متنحي. طبعاً مثل ما نشوف إن دائماً الأليل السائد يطغي على الأليل المتنحي ويلغي تأثيره، فبالتالي التركيب الظاهري يكون عندي للأليل السائد للواي كابيتال، فتظهر عندي البذور هني باللون الأصفر. إذن الأبوين اثنينهم يحملون صفة البذرة اللون الأصفر، فعنده تزاوج أصفر مع أصفر بالنسبة للون البذرة الناتج عندي الأمشاج أوزعها، بعدين أسوي مربع بانت وأوزع الأمشاج في مربع بانت، ألاحظ أن المشي جيل للأب أحطهم في عمود واحد، والمشي جيل للأب الثاني أحطهم عندي، أو الأليلات للمشي الأب أحطها عندي في عمود الثاني، بعدين أزاوج الأول فوق مع الأول عندي في العمود الثاني بهالشكل، والأول فوق مع الثاني تحت وأحطه تحته، بعدين عندي الثاني فوق مع الأول اللي هناك على اليمين وأحطه تحته، بعدين الثاني فوق مع الثاني تحت وأحطه في الأسفل. طبعا النتائج مثل ما شفنا إن حصلت على ثلاثة لونهم أصفر واحد لونه أخضر. طبعا الثلاثة اللي حصلت عليهم لونهم أصفر، واحد منهم نقي يحتوي على أليلين متشابهين واي كابيتال واي كابيتال، اثنين هجين صفراء لكنها هجينة واي كابيتال واي سمول، واحد واي سمول واي سمول اللي هو المتنحي وتظهر فيه الصفة المتنحية اللي هو أخضر، فتكون النسبة عندي واحد إلى اثنين إلى واحد، لكن لمن أي أكتب النتائج راح تكون صفراء إلى خضراء السائدة إلى المتنحية ثلاثة إلى واحد، 75% من نباتات الجيل صفراء و 25% من نباتات الجيل كانت خضراء. طبعا هذا ايضا من الرسمات اللي موجوده في الكتاب وايد مهمه في قانون الثاني لمندل اللي هو التوزيع المستقل ويلنا في الاختبار. طبعا التوقع بوراثة صفتين مثل ما تكلمت هناك عن وراثة صفة لون البذرة، الحين ابي اشوف مندل درس وراثة مثلا لون البذرة مع مثلا هو هني محدد عندي ان تكون شكل البذرة ملساء، فهو قال لي ان تزاوج ابوين عندي يحملان صفتان وليست صفة واحدة اللي هي بذور بازلاء ملساء وصفراء، ملساء وصفراء. طبعا مثل ما نشوف صفراء عطاها الواي كابيتال والملساء عطاها الار، وهو محدد لي ان الابوين متباينا اللاقحة، فراح يكون بالنسبة للون الاصفر شلون اوزع عندي هني الاليلات عشان أكون الأمشاج عندي هني في مربع بانت، راح أخذ الأول مع الأول بهالشكل وأحطهم هني، الأول مع الأول من الأول في الصفة الثانية وأحطهم هني، بعدين أخذ اللي يمه مرة ثانية أول مع الأول أحطهم هني، بعدين الأول مع الثاني وأحطهم يمه بالمربع الثاني، وأكرر هذه الخطوة اللي بعدها علشان أكمل مربع باند. خلصت من الأول والثاني مع الثاني وأحطه هني، وطبعا بنفس الطريقة بالنسبة للأب الثاني. بعد ما أكمل الجدول كله أشوف شلون راح أزاوج عندي بين الأمشاج هذه، الأول مع الأول هني وأكتبه هني، الأول فوق مع اللي موجود عندي هني وأكتبه هني، الأول مع آخر واحد وأكتبهم هني، وأكرر نفس الطريقة ونفس الخطوات بالنسبة حق العمود الثاني، الأول مع الأول وأكتبه هني، الأول مع الثاني، ونكمل بالنسبة حق الباجين، الأول مع الثالث وأكتبه، الأول مع الرابع وأكتبه، وبنفس الشيء بالنسبة حق باقي الأعمدة. النتائج اللي حصل عليها مندل وايد مهمة، اللي هي 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1، لازم نحفظها ونعرفها لأنها ممكن تأتي في الاختبار. القانون الثالث لمندل وايد مهم طبعا ولازم نعرفه. نشوف مع بعض الحين، خلصنا قوانين مندل وخلصنا على التلقيح الاختباري. من اسمه اختباري يعني اختبار، يعني انا
اختبر، شنو راح اختبر هني؟ راح اختبر الصفة النقية. الفرد اللي يحمل الصفة النقية عندنا، هل هي نقية؟ هل هو سائد نقي أم هو سائد متنحي؟ ففي في التلقيح الاختبار أنا قاعدة أتأكد من نقاء الصفة السائدة. نشوف مع بعض. أنا عندي هني أبوين، أحدهما يحمل الصفة السائدة والآخر أيضا يحمل الصفة السائدة، لكن إذا أنا جبت بذور وكانت هذه البذور صفراء وتحمل الصفة السائدة، أنا ما أدري ما هو تركيبها الجيني. أنا أعرف تركيبها الظاهري وهي صفراء، ولكن لا أعرف تركيبها الجيني. لكي أتأكد من تركيبها الجيني يجب أن أزاوجها مع متنحي، يعني هل هي سائدة هجينة لازم أزاوجها مع المتنحي. طبعا إذا زوجتها مع المتنحي وكانت النتائج 50 إلى 50، ظهرت الصفة المتنحية، راح أعرف أنه هو هجين. لكن إذا كانت جميع النباتات تحمل الصفة السائدة فراح أعرف أنه هو نقي. ندش الحين حق السيادة الوسطية، وهي قوانين لا تخضع لمندل. مثال عليها السيادة غير التامة اللي هي نباتات حنك السبع، وهي ظهور صفة وسطية بين الأبوين جديدة، ك تزاوج أزهار حمراء وبيضاء، الناتج راح يكون R-W. طبعا ألاحظ هني لأن هذه عندنا قوانين لا مندلية لا تخضع لمندل، فالأليلين اثنين سائدين، فأعطيهم كابتل الحمراء R-R-، والبيضاء W-W. الفرد الهجين راح يحمل صفة جديدة وهي اللون القرنفلي، لون جديد مو موجود في أي من الأبوين. لمن أي أطلع نباتات الجيل الثاني، لمن أخذ فردين عندنا قرنفليين وأزاوجهم R-W مع R-W، راح يكون عندي الناتج فرد أحمر فرد أبيض، واثنين يحملون اللون الجديد اللي هو R-W، وراح تكون عندي النسبة 25 إلى 50 إلى 25، 1 إلى 2 إلى 1، أحمر قرنفلي أبيض، وهذه هي الصفة الجديدة اللي ظهرت عندي لم تكن موجودة عند الأبوين. أيضا من عندي الصفات الأخرى اللي هو الدجاج الأندلسي، نفس الشيء ظهور صفة وسطية جديدة مو موجودة في الأبوين، كتزاوج دجاجة تحمل ريش أبيض مع دجاجة تحمل ريش أسود W-W White، B-B Black. عند تزاوجهم يعطيني البي كابتل فادي، ونفس الشيء نفس الطريق بالنسبة اللي سويناها في نباتات حنك السبع، لمن أي أزاوج B-W مع B-W راح يكون الناتج 1 إلى 2 إلى 1، 1 أبيض 2 B-W وواحد B-B. هذه هي النسب اللي راح تطلع عندي في التزاوج. إني حق آخر نوع من السيادة اللي هو السيادة المشتركة، ونشوف طبعا عندنا هنا مثال عليها اللي هي أبقار الشورت هورن. عند تزاوج أبقار الشورت هورن الهورن، واحد أحمر R-R-، رد مع أبيض W-W، أوزع الأمشاج أسوي R-W كلهم، وهي صفة جديدة بأن تكون الأبقار تحمل اللونين مع بعض أحمر مع أبيض بهالشكل. لمن أي أطلع أفراد الجيل الثاني راح يكونون اثنينهم هجين R-W، وراح تطلع عندي النسبة 1 إلى 2 إلى 1، أوزع الأمشاج أسوي مربع بانت، النتائج عندي راح تكون نفس السابقة 1 إلى 2 إلى 1 بهالشكل، راح تكون بهالشكل. اثنين يحمل الصفة المشتركة اللي هي R-W، وواحد أحمر وواحد أبيض. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات على هذه الجزئية، النسبة المئوية الناتجة في الجيل الثاني من تزاوج فردين نقيين من الدجاج الأندلسي، أحدهما أبيض الريش والآخر أسود الريش، يمثلها الرسم البياني التالي مثل ما راح نشوف. راح يكون عندي 2 B-W و1 W-W و1 B-B. الأليلات عبارة عن أشكال مختلفة من الكروموسومات، خطأ طبعا هذا مصطلح النظرية الكروموسومية، مصطلح قانون السيادة أو القانون الثالث لمندل.
أيضا من الأسئلة التي تأتي اللي هي ما المقصود بالصفة المتنحية، ما المقصود بالسيادة الوسطية. طبعا ممكن تينا مسألة في الاختبارات مثل المسألة هذه اللي وردت، الرسم بياني يوضح الجيل الثاني لسلالة من قطط متباينة اللاقحة. متباينة اللاقحة يعني مثل ما قلنا كابتل وسمول، لكلا الصفتين صفة لون الجسم أحمر رمادي وصفة طول الذيل طويل قصير. طبعا هنا في عندي صفتين. يقولك الصفات السائدة، طبعا من الرسم البياني نعرف أن الصفة السائدة هي الأكثر ظهورا اللي هي الأحمر الطويل. النسبة المئوية تقريبا للقطط الرمادية، القطط الرمادية وهي أقل نسبة فيهم في الرسم البياني، ونعرف أنها المتنحية، والمتنحية تقريبا تكون 25% ظهورها في أفراد الجيل الثاني. أيضا عندنا أبقار الشورت هورن دبليو دبليو البيضاء، أركبتل أركبتل الحمراء، وعندي اللي تظهر فيها الصيادة المشتركة اللي هي أركبتل دبليو. مصطلح التلقيح الاختباري مقارنة بين أزهار البازلاء وأزهار حنك السبع من حيث القانون عندي اللي موجود ويطبق عليه، التهجين الأحادي والتلقيح الثنائي من حيث المفهوم مصطلح علمي. أيضا في عندي اختياري يمكن التمييز بين الفرد النقي السائد والفرد الهجين السائد عن طريق التلقيح، طبعا عندنا اللي هو التلقيح الاختباري. في التلقيح الاختباري، في التلقيح الاختباري أنا قاعدة أتأكد من الصفة السائدة، هل هي صفة سائدة نقية أو صفة سائدة هجينة، علشان كذي أسوي لها تلقيح اختباري أزاوجها مع متنحي. أيضا في عندي اختبار اللي هو عنده حدوث تزاوج بين نباتات بازلاء ذات بذور ملساء صفراء مع أخرى ذات بذور مجعدة خضراء. طبعا ملساء صفراء اللي هي الصفات السائدة، مجعدة خضراء اللي هي الصفات المتنحية، ونتجت نباتات ذات بذور مجعدة خضراء فإن التراكيب الجينية المحتملة للآباء، التراكيب الجينية المحتملة للآباء طبعا لازم يكونون عندي هجين، لازم يكونون في عندي هجين ويكون عندي متنحي. طبعا المتنحي اللي هو يحمل الصفات المتنحية مجعدة خضراء أنا ما أقدر أتكلم فيها، طبعا إيه هي المتنحي لازم أظهره بالتركيب الجيني المتنحي، اثنينهم لازم يكونون سمول. أما الأب اللي يحمل الصفة السائدة اللي هي الملساء الصفراء أنا لازم أقول إنه هو هجين. ليش؟ لأن أنا قاعدة أشوف عندي في البيانات إن نتجت عندي بذور مجعدة خضراء، يعني في أفراد الجيل الناتج ظهر عندي أفراد يحملون الصفة المتنحية. علشان تقدر الصفة المتنحية إنها تظهر في جيل الناتج أو في الأفراد الناتجة لازم الأب السائد يكون هجين وليس نقي، لأن لو كان نقي يحمل كلهم أحرف كابتل فراح يسود على المتنحي وبالتالي كل الجيل راح يأخذ الصفات السائدة. كان مندل يتأكد من نقاء الصفات التي يدرسها عن طريق زراعة النباتات وتركها تتلقح خلطياً، طبعاً خطأ ذاتياً. تكون الصفة الوراثية هجينة إذا كان الأليلين مختلفين، طبعاً صح إذا كانوا مختلفين تكون هجينة وإذا كانوا متشابهين تكون نقية. الفرد الهجين لديه صفة لا تشبه تماماً الصفة الموجودة لدى أي من الأبوين مصطلح السيادة الوسطية. اختيار مندل لنبات البازلاء، أعلل ما سبب اختيار لنبات البازلاء، مسألة وراثية اللي هي تزاوج أبقار الشورت هورن، وضح على أسس وراثية ناتج تزاوج ذكر شورت هورن أحمر اللون أركبتل أركبتل مع أنثى شورت هورن بيضاء اللون، بيضاء اللون يعني دبليو دبليو. نحطهم مع بعض ونوزع الأمشاج ونكتب مربع بانت، نحط أحد أمشاج الأب في الطرف وأحد أمشاج الأم في الطرف الآخر، وأبدأ أزاوج من فيهم اللي هما الأول مع الأول هني، الأول مع الثاني هني، الثاني مع الأول هني، الثاني مع الثاني أحطه هني. طبعا ظهر عندي الجيل كله R capital W يحملون صفة السيادة المشتركة اللي هي أبقار شورت هون، يحملون اللون الأحمر مع الأبيض بالتساوي. أيضا من الأسئلة اللي هي الرسمات اللي توضح عندي الانقسام الميوزي وتكون الأمشاج تأتي في الاختبارات.
في عندنا مقارنة بين الصفة السائدة والصفة المتنحية، نسبة ظهور الصفة السائدة في الجيل الثاني ونسبة ظهور الصفة المتنحية في الجيل الثاني. التركيب الجيني لنباتات حنك السبع ذات أزهار حمراء أركبتل أركبتل ذات أزهار قرنفلية اللي هي الأركبتل دبليو. وبكذي نكون خلصنا فصل الوراثة والمسائل الوراثية، وإن شاء الله تكونون فهمتوا وعرفتوا حل المسائل الوراثية. ندش الحين في فصل سجل النسب. طبعا سجل النسب مصطلحه عبارة عن مخطط، وراح نشوف الحين مخططات وأمثلة لسجل النسب. علل: ليست دراسة انتقال الصفات الوراثية في الإنسان أمرا سهلا. طبعا في الإنسان غير عن النبات غير عن الحيوان، طبعا في النباتات وايد كانت الدراسة أسهل، وفي عندي طبعا مميزات لنبات البازلاء، لكن أيضا عندي في الإنسان صعب علينا أن احنا ندرس انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى جيل، وذلك بسبب طول الفترة الممتدة بين جيل وآخر، قلة عدد الأفراد الناتجة عند كل تزاوج. طبعا مثل ما شفنا أن في نباتات البازلاء كان يحصل على مئات، لكن احنا هني إذا مثلا صار عندنا تزاوج بالكثير يعني راح نحصل على 5-6، طبعا هذا لو بالكثير. نشوف مع بعض سجل النسب. هذا سجل النسب هنا عندي يوضح عندي صفة الإبهام المنحني. طبعا صفة الإبهام المنحني هو عبارة عن صفة متنحية، أي تظهر عند ظهور الصفة. طبعا كلنا نعرف أن في سجل النسب احنا نرمز للدائرة للأنثى والمربع للذكر. ظهور الصفة راح نلون عندنا الدائرة أو المربع، عدم ظهورها طبعا راح نخليه فاضي أبيض. طبعا الإبهام المنحني هو عبارة عن صفة متنحية. بما أنه هو صفة متنحية فأنا راح أرمز للسليم اللي ما تظهر عليه الصفة ببي كابتل بي سمول أو بي كابتل بي كابتل، واحد منهم أو اثنينهم راح يكونون سليمين لا يحملون صفة الإبهام المنحني. أما عندنا هني في الإبهام المنحني ظهور الصفة لأنها متنحية، فإحنا ما عندنا غير تركيب وراثي واحد اللي هو لازم يكون بي سمول مي سمول. نشوف مع بعض سجل النسب اللي أمامنا. طبعا إحنا نعرف أنها صفة متنحية، معناتها لازم تكونون اثنينهم سمول، فأنا أروح حق ظهور الصفة في كل مكان موجود عندي في سجل النسب، وأعرف أن الملون راح يحمل البي سمول بي سمول بهالشكل. إني حق الأب، الأب الأول من الجيل الأول، شلون راح أعرف تركيب الجيني هني في سجل النسب؟ عشان أعرف تركيب الجيني لازم أشوف الأبناء. طبعا هذا عندنا الخط عندنا اللي موجود عندي بالعرض، الخط الأفقي هو خط التزاوج، الخط الطولي هو خط الأبناء. يابو ولد ذكر ويابو بنت. طبعا الولد سليم، لكن الأنثى شنو؟ الأنثى كانت مصابة بصفة انحناء الإبهام. طبعا أنا ظهرت عندي الصفة المتنحية، معناته أكيد لازم يكون الأب يحمل التركيب الجيني الهجين، ما أقدر أعطي السائد. ليش؟ لأن لو كان سائد كان جميع الأبناء ما راح تظهر فيهم الصفة المتنحية، كلهم راح يكونون سليمين. فأنا كذي عرفت من الأبناء لأن ظهرت الصفة المتنحية إنه هو هجين. وأكمل بالنسبة حق الباقين بهالشكل، آسفة بهالشكل، نفس الشيء الأنثى تزوجت من ذكر سليم. علشان أعرف التركيب الجيني للأبناء وعشان أعرف التركيب الجيني للذكر اللي تزوجت منه هل هو سليم نقي أو سليم هجين، فأنا راح أشوف الأبناء. بما أن ظهرت الصفة في أحد أبنائهم الصفة المتنحية، فهو لازم يكون عندي شنو؟ هجين. ناخذ مثال ثاني اللي هو مرض المهاق او الالبينو اللي هو نقص الصبغه عندي صبغه الميلانين، طبعا ايضا هو اليل متنحي. نشوف مع بعض سجل النسب هذا، نفس الشيء طبعا خليني افرض الالبينو طبعا انه يرمز له بالا البينو، فاعطي الا كابتل. طبعا هو متنحي، نفس الشيء لظهور الصفه المتنحي لازم يكونون اثنينهم سمول، اي سمول اي سمول. اما بالنسبه لعدم ظهور الصفه فعندي احتمالين، اي كابتل واي سمول. نشوف الاباء من الجيل الاول، طبعا انا طلعت ان هم هجينيين، لكن شلون راح اعرف التركيب الجيني للاباء؟ اشوف الابناء. طبعا التركيب الجيني للاباء اثنينهم بيض، معناتهم هم سليمين وعدم ظهور الصفه عليهم. علشان اعرف تركيبهم الجيني هل هو سائد نقي او سائد هجين، سائد نقي يعني اي كابتل اي كابتل، او سائد هجين اي كابتل اي سمول، لازم اشوف الابناء. في الابناء
ظهرت عندي الصفة المتنحية، إذا لازم يكونون اثنينهم هجينين، وما يصير أحط واحد هجين وواحد نقي، لأن إذا حطيته نقي معناته جيناته راح تسود على الجيل كله وراح يطلعون كلهم سليمين، لكن بدام ظهرت عندي الصفة المتنحية فهذا معناته أن لازم الأبوين اثنينهم يكونون هجينين. نفس الشيء عندي هني، هذا طبعا المتنحي، هذا عندي المتنحي الثاني، وهذيل عندي المتنحيين. نفس الشيء علشان أعرف الذكر هذا المصاب تزوج من أنثى، علشان أعرف التركيب الجيني للأنثى، هل هي A capital A capital هجينة أم سليمة نقية A capital A capital، فأشوف الأبناء. الأبناء عندي في اثنين منهم مصابين، إذا لازم هي تكون هجينة، لازم هي تكون هجينة. شلون عرفت إن هي هجينة؟ طلع عندي في جيل الأبناء الصفة المتنحية، ولو كانت هي نقية سائدة كان طلعوا جميع الأبناء سليمين، لأن الأي كابتل أي كابتل راح يطغون على أي جين متنحي موجود في الجيل الناتج. نشوف الحين مرض استجماتيزم العين. استجماتيزم العين يفرق عندي عن الإصبع المتنحي والمهاق بأن هذيلاك عبارة عن أمراض تحمل على أليلات متنحية، أما استجماتيزم العين فيتسبب في ظهورها أليل سائد، يعني الأي كابتل أي سمول والأي كابتل أي كابتل راح يكونون اثنينهم شنو؟ مصابين. السليم الوحيد عندي هني اللي هو راح يكون المتنحي اللي هو الأي سمول أي سمول. طبعا يقول لي يعطيني سؤال يقول لي علل، غالبا ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون الكثير من الاختلالات الأمراض الوراثية، لأن زواج الأقارب يتيح الفرصة لظهور الجينات من النوع المتنحي واللي تكون تحمل عندي أليلات المرض. علل، يفضل زواج الأباعد طبعا لأن زواج الأباعد يؤدي إلى ولادة أفراد هجينة يحتجب فيها الصفات الغير مرغوبة. هذا عندي أيضا سجل نسب لمرض استجماتيزم العين. مثل ما قلنا استجماتيزم العين هي تنكتب استجماتيزم بالإنجليزي، فراح أرمز لها بالرمز A. صفة سائدة، فراح يكون المصاب بالمرض عندي هني A capital A capital أو A capital A small، إذن الفاضين كلهم راح يكونون عبارة عن شنو؟ تركيب جيني متنحي A small A small. خلنا دقيقة نشوف مع بعض التركيب الجيني للأنثى الأولى. طبعا الذكر اللي عندي هني ذكر سليم متنحي، هي مصابة تحمل الأليل السائد، إذا تركيبها الجيني إما راح يكون A capital A small أو A capital A capital. شلون راح أعرف؟ راح أعرف من الأبناء. ظهر عندي هني أنثى سليمة من أبنائهم، بدام ظهر عندي المتنحي الـ A small A small هي إذا راح تكون هجينة. نشوف هني عندي المتنحي السليم، نشوف الأنثى. الأنثى مصابة لكنها هجينة، شلون عرفت انها هجينة؟ لأن الابن اللي هني سليم متنحي، فأكيد هي لازم تكون هجينة علشان يسمح للأليلات المتنحية في انها تتزاوج مع بعضها البعض، لأن الأي اللي هني إذا تزاوج عندي أو تطابق في المشيج الواحد مع الأي اللي هني راح يعطيني متنحي سليم، لكن إذا تطابق مع الكابتل راح يعطيني مصاب، وإذا كانوا اثنينهم A كابتل معناته أن جميع أفراد الجيل راح يكونون مصابين، فالأليلات السائدة عندي هني راح تطغي على الأليلات المتنحية. من الأسئلة اللي وردت في الاختبارات على هذه الجزئية، مرض وراثي ينتج عن أليل سائد استجماتيزم العين، غالبا ما يؤدي الزواج بين الأقارب إلى ولادة أبناء يعانون من الكثير من الأمراض الوراثية، طبعا هذا علل تناولناه قبل قليل. عندي مسألة وراثية هني لسجل النسب عندك، الشكل الذي أمامك يمثل سجل النسب لتوارث صفة إصبع الإبهام المنحني، وطبعا احنا لازم نعرف أن الإبهام المنحني صفة شنو نوعها؟ متنحية. ما هو التركيب الظاهري للفرد رقم واحد من الجيل الثاني؟ طبعا هذا الجيل الأول، هذا الجيل الثاني، هذا الفرد رقم واحد اللي هو عبارة عن ذكر مصاب يحمل صفة الإبهام المتنحي. ماذا يطلق على الفرد الهجين الذي يحمل جين الصفة والتي لا يظهر تأثيرها؟ يعني مثلا A capital
A small وهو يحمل جين الصفة المتنحية اللي هو A small، لكن هو الشكل الظاهري له سليم، راح نطلق عليه حامل الصفة، فهو يحمل الصفة ويورثها لأبنائه، لكن في تركيبه الظاهري لا يظهر عليه صفة المرض. أيضا من الأسئلة اللي وردت في الاختبارات لسجل النسب، تزوج رجل مصاب بصفة استجماتيزم العين، طبعا هي صفة سائدة، الرجل يعاني من هذه الصفة من امرأة سليمة غير مصابة، إذا تركيبها الجيني لازم يكون A small A small، فأنجب على التوالي 4 أبناء، الأول ذكر مصاب وذكر سليم، بدام ظهر عندي في الأبناء ذكر سليم معناته لازم الأب اللي يحمل الصفة السائدة يكون هجين وليس نقي. ليش؟ لأن ظهرت عندي الصفة المتنحية وهي ذكر سليم، وراح أرسم سجل النسب بناء على هذه الخطوات. صح أم خطأ وراثة صفة إصبع الإبهام المنحني صفة وراثية متنحية؟ ما أهمية سجل النسب؟ علل ظهور الكثير من الاختلالات والأمراض الوراثية في زواج الأقارب، تكرر هذا السؤال كثيرا في الاختبارات. وبكذي نكون خلصنا فصل سجل النسب. النسب راح ندش الحين في الارتباط والعبور. الارتباط والعبور لازم نعرف في البداية ما هي العلاقة بين كل من الدي ان اي، الجينات والكروموسومات. الدي ان اي عبارة عن سلمين متقابلين يتكون من النيوكليوتيدات وهي وحدة بناء الأحماض النووية. طبعا اللي لازم نعرف ان الجينات هي عبارة عن تتابعات معينة من القواعد النيتروجينية، الكروموسومات هي عبارة عن شريط الدي ان اي عند بدء الانقسام او دخول الخلية في الانقسام، شريط الدي ان اي راح يبدأ بالالتفاف حول بعضها البعض لتكوين الكروموسومات. نشوف مع بعض التجارب اللي قام بها العالمان باتسون وبانت. زوجوا عندي نباتات الجيل الاول تحمل صفة الحبوب أزهار بنفسجية نقية، تحمل صفة أزهار بنفسجية وحبوب لقاح طويلة اللي هي الصفات السائدة، مع أزهار تحمل الصفات المتنحية اللي هي أزهار حمراء وحبوب لقاح مستديرة. طبعا هذه الصفات وايد مهمة ولازم نعرف في تجربة العالم باتسون وبانت شنو هي الصفات السائدة وشنو هي الصفات المتنحية اللي درسوها. طبعا لازم نعرف نتائج هذا التزاوج في الجيل الأول، ولازم أعرف نتائج التزاوج في الجيل الثاني، وما سبب ظهور النتائج غير متوقعة تخالف نتائج اللي ظهرت عندي في تجارب مندل. تجربة العالم مورغان، العالم مورغان درس على ذبابة الدورسوفيلا. طبعا لازم نعرف ما هو سبب اختياره لهذه الذبابة للدراسة، ما هي الصفات التي درسها اللي هو صفتي لون الجسم وشكل الأجنحة، ما هي النتائج والتفسيرات اللي حصل عليها، أن تلك الصفتين لا تتوزع مستقلة عن بعضها البعض، افترض أن هاتين الصفتين تقعان على الكروموسوم نفسه أي مرتبطين. ما الفرق بين مفهومي الارتباط والجينات المرتبطة؟ طبعا هذه عندي من الأسئلة الواردة، ما المقصود بالارتباط وما المقصود بالجينات المرتبطة؟ هل كان مندل خاطئا في استنتاجاته وفرضياته؟ فسر نتائج مندل بالنسبة لمفهوم الارتباط. طبعا لم تكن نتائج مندل خاطئة، بل كان محظوظا بأن الصفات اللي درسها كانت تتوزع توزيعا مستقلا وتكون موجودة على كروموسومات منفصلة، ولم يكن بينها أي ارتباط، ولو صدف حدوث ارتباط بينهما لاختلفت نتائجه. مفهوم الارتباط التام، ما سبب ظهور التراكيب الظاهرية الجديدة في نباتات الجيل الثاني والتي لم تكن موجودة لدى الآباء في تجربة العالمان باتسون وبانت، مثل ما قلنا اللي هو حدوث ارتباط وعبور للجينات. العبور، طبعا العبور هو عبارة عن الارتباط الأليلات الموجودة على الكروماتيدات الداخلية المتجاورة للرباعي أثناء الانقسام الميوزي. مواقع الارتباط أسميها بالكيازمة، لازم أحفظها. طبعا علل ظهور صفات جديدة في تجارب باتسون وبانت لم تكن موجودة بسبب حدوث الارتباط والعبور لتلك الجينات في الكروموسومات في الرباعي. من الأسئلة اللي وردت عندي في الاختبارات على هذه الجزئية، خصائص، ما هي خصائص ذبابة فاكهة الدورسوفيلا؟ أذكر خصائص ذبابة الدورسوفيلا، طبعا هي تكررت في أكثر من اختبار. ما المقصود بالجينات المرتبطة؟
يحدث العبور أثناء الانقسام الميوزي مؤديا إلى حدوث ارتباطات جديدة. اشرح العبارة السابقة موضحا كيف يحدث العبور. وبكذي نكون خلصنا فصل الارتباط والعبور وندش في آخر فصل من الكتاب اللي هو الوراثة والجنس. الوراثة والجنس، طبعا كلنا نعرف أن جسم الكائن الحي يتكون من نوعين من الخلايا، خلايا جنسية وخلايا جسمية ذاتية. في الخلايا الجسمية تحتوي على العدد الزوجي للكروموسومات، العدد الكلي للكروموسومات اللي هو 46 كروموسوم 23 زوج من الكروموسومات. داخل هذه الكروموسومات راح أشوفها أنها تتكون عندي من نوعين، 44 كروموسوم وآخر كروموسومين راح يكونون جنسيين. يعني في الذكر راح ألقى 44 كروموسوم والإكس والواي مجموعهم 46، والصيغة الطبيعية للأنثى هي 44 كروموسوم وكروموسومين جنسيين اللي هما الإكس والإكس، فمجموعهم راح يصير عندي 46 كروموسوم. الكروموسومات الذاتية أو الجسمية تظهر في أزواج ذات الشكل نفسه، ولكنها تختلف عن الأزواج الأخرى في الخلية الجسمية. الكروموسومان الجنسيان يحددان جنس الفرد، فالبويضة تحتوي على الأمشاج الجنسية سواء كانت ذكرية أو أنثوية، تحتوي على العدد النصفي للكروموسومات اللي موجودة في الخلايا الجسمية. فإذا كانت الخلايا الجسمية تحتوي على 46 كروموسوم، فالخلايا الجنسية تحتوي على 23 كروموسوم، 22 كروموسوم جنسي إذا كانت بويضة، و22 كروموسوم والواي إذا كان الحيوان المنوي. طبعاً في الأمشاج الذكرية والأنثوية، الأنثى لديها تركيب جنسي في الأمشاج واحد، البويضة تتكون من 22 وإكس، الأنثى لديها الإكس فقط. أما الذكر فالحيوانات المنوية تحمل نوعين من الكروموسومات الجنسية، فهي تحتوي على 22، إما أن يكون الحيوان المنوي يتكون من 22 كروموسوم وإكس أو 22 كروموسوم وواي. أما البويضة فهو تركيب واحد فقط وهو 22 كروموسوم وإكس. نشوف مع بعض كيف تتوزع عندنا الأمشاج عند تزاوج الذكر مع الأنثى. الأنثى تحتوي على الإكس إكس وليس لديها أي كروموسوم آخر غير الكروموسوم السيني، أما الذكر فهو الذي يحتوي على الكروموسوم الصادي الإكس والواي، الإكس والإكس. نلاحظ أن الكروموسوم السيني يفوق بالحجم الكروموسوم الصادي. لما أي أزاوج الذكر والأنثى وأوزع الأمشاج عندي، طبعا الأنثى عندها XX والذكر عندها XY، نشوف مع بعض لما نسوي مربع باند في النتائج اللي راح تظهر عندي أو تنتج. أوزع الأمشاج في مربع باند لما أي أزاوجهم راح يطلع عندي 50% من الأفراد الناتجة راح تكون XXXX يعني أنثى. إذن النسبة راح تكون 2 إلى 2 ذكر إلى أنثى، 50% إلى 50%، 2 إلى 2 أو 1 إلى 1. نشوف مع بعض النتائج راح تكون بهالشكل، 2 XY و 2 XX، 50% ذكور و 50% إناث. خلينا نشوف الحين من الصفات المرتبطة بالجنس، راح ناخذ تجارب العالم مورغان اللي درس مثل ما قلنا من قبل ذبابة الفاكهة. نشوف الجيل الأول أخذ أنثى حمراء العينين وزاوجها مع ذكر أبيض العينين. بما أنها صفات مرتبطة بالجنس فهي راح تكون محمولة على الكروموسومات الجنسية. لون العيون عند الذبابة راح يكون الجين هذا محمول على الكروموسوم السيني اللي هو الإكس، فإذا كانت حمراء راح يكون تركيبها الجيني R كابتل R كابتل، إذا كانت بيضاء العينين راح يكون R سمول. طبعا مثل ما نلاحظ لأن الذكر يحمل X واحد فقط وليس إكسين، فالجين اللي راح يحمله هو اللي راح يحدد اللون عندي. يعني الذكر إما أن يكون أحمر العينين أو يكون أبيض العينين، إما الإكس اللي عنده يكون يحمل الآر سمول فيصير أبيض العينين، أو يكون يحمل الآر كابتل فيصير أحمر العينين. بينما عندي في الأنثى راح يختلف الوضع وراح نشوف بعدين في النتائج. أوزع الأمشاج، أسوي مربع باند، أكمل المربع وأشوف الأفراد اللي راح تنتج عندي. X مع X راح أكتبهم هني، و X مع Y أكتبهم هني، X مع X أكتبهم هني، و X مع Y أكتبهم هني بهالشكل.
خلينا نشوف مع بعض النتائج اللي ظهرت عندي. فردين أنثى وفردين ذكر، R كابتل مع R سمول في الأنثى راح تكون شنو؟ حمراء العينين، لأن الصفة السائدة R كابتل موجود عندي فراح يطغي على R سمول. نفس الشيء بالنسبة للأنثى الثانية، فهي هجينة بالنسبة لصفة لون العينين. أما الذكور اللي انتجت عندي فالذكور جميعها راح تكون حمراء العينين لأنها تحمل الجين اللي يحمل الصفة السائدة اللي هو R كابتل. فأتت النتائج بأن جميع الذكور والإناث في الجيل الأول يحملون الصفة السائدة اللي هما حمراء العينين. نشوف مع بعض الحين الجيل الثاني، راح أخذ ذكر وأنثى وأزاوج فيما بينهم، نشوف شنو راح يطلع معي. أوزع الأمشاج وأحطهم في مربع باند وأشوف الأفراد اللي راح تنتج معي. إكس مع الإكس الأول، الإكس الأول يحمل الآر كابتل والإكس الثاني يحمل الآر كابتل، راح أحطهم هني. بعدين الإكس مع الآر كابتل راح أحطهم مع الواي، راح أحطهم هني. الثاني مع الأول هني والثاني مع الثاني هني. هذه النتائج اللي ظهرت عندي أو أفراد الجيل هذا. اللي ظهر عندي فردين عندي من الأنثى، الأنثى الأولى والأنثى الثانية يحملون جين الصفة السائدة فراح يكونون اثنين هم حمراء العينين. أما بالنسبة للذكور، أحد الذكور يحمل الأليل السائد والآخر يحمل الأليل المتنحي فراح يكون أحمر العينين أبيض. فطلعت عندي النسبة 50% إناث حمراء العينين، 25% ذكور بيضاء العينين تحمل الصفة المتنحية، و 25% ذكور حمراء العينين. الصفات المرتبطة بالجنس في الإنسان عندنا اللي هو مثال عليه مرض عمى الألوان، يتسبب فيه أليل متنحي مرتبط بالكروموسوم X وراح يرمز له بالإكس سي سمول، بينما أليل الرؤية الطبيعية يرمز له بالإكس سي كابتل. الإكس سي كابتل مع الإكس سي كابتل، طبعا هذه أنثى سليمة، إكس سي كابتل مع إكس سي سمول أنثى سليمة ولكنها حاملة لجين المرض، ولكن لا يظهر عليها لأنها تحتوي على الأليل السائد الطبيعي فيلغي تأثير المتنحي. إكس سي سمول مع إكس سي سمول راح تكون عندي أنثى مصابة، إكس سي كابتل مع الواي راح يكون ذكر سليم، الإكس سي سمول مع الواي راح يكون ذكر مصاب. علل نسبة إصابة الذكور بمرض عمى الألوان والهيموفيليا مرض نصف الدم أعلى من نسبة إصابة الإناث. طبعا هذا شيء طبيعي لأن هذه الأليلات المعتلة تكون محمولة على الكروموسوم الثيني اللي هو الإكس، والإناث لديها كروموسومين إكسيين، فإذا تواجدت عندي أو تواجد الأليل المتنحي راح يكون السائط يطغي عليه، فيكون عندي هني حالة أسميها بحامل لصفة المرض. ولكن الذكر لديه إكس واحدة، فإما أن يكون مصاب بالمرض أو يكون سليم، لا يمكن أن يكون حامل للمرض لأنه يحتوي على إكس واحد فقط يورثها عندي أثناء التزاوج. نشوف مع بعض الإجابة، لأن الذكور الإكس واي يستقبلون كروموسوم إكس واحد فقط من أمهاتهم، فإما أن يرثون عمى الألوان والهيموفيليا وغيرهما من الصفات المرتبطة بالكروموسوم الجنسي إكس من أمهاتهم. مرض الهيموفيليا أو نزف الدم يتسبب فيه أليل متنحي مرتبط أيضا بالكروموسوم إكس نفس عندنا عمى الألوان. طبعا هذا المرض عند تواجده لا يسمح عندنا هني بتكون المواد الكيميائية التي تعمل على تجلط الدم بصورة طبيعية. الصفات المحددة بالجنس في الإنسان هي الصفات التي لا تظهر إلا بوجود الهرمونات الجنسية في أحد الجنسين أو الآخر فحسب. تقع جيناتها على الكروموسومات الذاتية الجسمية، لازم نلاحظ النقطة هذه، كنا نتكلم عن أليلات تكون محمولة على الكروموسومات الجنسية، لكن هني قاعدة أتكلم عن أليلات محمولة على الكروموسومات الجسمية. علل الصفات المحددة بالجنس لا تظهر عند الأطفال لأن مثل ما قلنا تتحكم بها الهرمونات الجنسية، وإحنا نعرف أن الهرمونات الجنسية لا يبدأ الجسم بإفرازها إلا عندما يبلغ الفرد.
من الصفات المحددة بالجنس في الطيور ألوان الذكور، الطيور تكون أزهى من ألوان الإناث. من الصفات المرتبطة بالجنس عند الإنسان ظهور اللحية ونموها عند الذكور وإنتاج الحليب عند الإناث. الصفات المتأثرة بالجنس تقع جيناتها على الكروموسومات الجسمية، تتأثر بالهرمونات الجنسية وهي تظهر في الجنسين. هذا الفرق بينها وبين الهرمونات السابقة، بين الصفات السابقة، تظهر في أحد الجنسين إما الذكر أو الأنثى، لكن هنا عندي تكون موجودة في الأثنين، موجودة وتظهر عندي في الأثنين ولكنها تتأثر بالهرمونات الجنسية. صفة الصلع، قليل الصلع يكون سائداً في حالة وجود الهرمونات الجنسية الذكرية، فهو موجود عند الأنثى والذكر ولكن تأثيره يظهر واضحاً جداً في الذكور بسبب وجود الهرمونات الجنسية الذكرية. نشوف مع بعض، عندما يكون التركيب الجيني بي كابتل بي كابتل، طبعاً الأليل هو صفة الصلع قليل سائد، فراح يكون عندي أصلع بالذكر، أما الأنثى فراح يكون موجود ولكن لأنه يتأثر بالهرمونات الجنسية فيكون تأثيره خفيف. أما التركيب الجيني البي كابتل بي سمول، طبعا راح يكون أصلع في الذكر لأنه سائد ولكن راح يكون طبيعي وعادي عند الأنثى. أما البي سمول، البي سمول طبعا هو المتنحي وعدم ظهور المرض، فراح يكون طبيعي في الذكر وطبيعي في الأنثى. يكون سائداً بوجود الهرمونات الذكرية ويكون متنحياً في حال وجود الهرمونات الأنثوية. من الأسئلة التي وردت في الاختبارات على هذا الجزء، اذكر خصائص ذبابة الفاكهة والتي اتخذها العالم مورغان مثالاً على توارث الصفات. اذكر مثالاً لكل من الصفات المحددة بالجنس في الإنسان والصفات المتأثرة بالجنس في الإنسان. المحددة بالجنس مثل ظهور اللحية ونموها في الذكور وإنتاج الحليب في الإناث، أما الصفات المتأثرة بالجنس في الإنسان فصفة الصلع وهو أليل سائد. الهيموفيليا هو خلل وراثي مرتبط بالجنس. لماذا يرث الذكور مرض الهيموفيليا من أمهاتهم؟ لأن التركيب الجيني للذكور X وY، والX تأتي من الأم، فإما أن يكون مصاب أو أن يكون سليم. تنتج أنثى الإنسان بويضات ذات تركيب جيني، طبعا مثل ما قلنا التركيب الجيني للبويضة وللحيوان المنوي وهما خلايا جنسية راح يكون العدد النصفي 23 وكروموسوم راح يكونون 22، وفي هالحالة هما حددوا بويضة فراح تكون إكس. إحدى الصفات التالية فقط تتبع الصفات المرتبطة بالجنس، لون العينين في ذبابة الفاكهة. صفة الصلع أكثر انتشاراً وظهوراً في الذكور، طبعاً مثل ما قلنا لأنها تكون متأثرة بالهرمونات الجنسية، ويسلك سلوك السائد عند الهرمونات الجنسية الذكرية ويسلك سلوك المتنحي عند الهرمونات الجنسية الأنثوية. الصفات المحددة بالجنس في الطيور طبعاً تفسر الكثير من الاختلالات بين الجنسين، أو تكون ألوان الطيور في الذكر أكثر زهواً وأزهى من الإناث. تزوج رجل أمه مصابة بمرض عمى الألوان من امرأة غير مصابة بمرض عمى الألوان، ولكن والدها مصاب بمرض عمى الألوان، فما هي احتمال ظهور المرض في الأبناء من الجنسين؟ طبعاً في البداية ومفتاح الحل إن أنا أحدد الآباء، إذا كانوا آبائي وتركيبهم الجيني صح راح تكون المسألة الوراثية صح، أما إذا كانوا خطأ فراح تكون المسألة كلها خطأ. نشوف مع بعض التركيب الجيني للآباء. تزوج رجل أمه مصابة بمرض عمى الألوان، طبعاً الأم أنثى فيكون تركيبها الجيني XX، ولكي تكون مصابة مرض عمى الألوان أليل متنحي فيجب أن يكون تركيبها الجيني XC small XC small. فهذا شنو معناته؟ معناته أن الرجل تركيبه الجيني XC small Y، لأن ورث الإكس من الأم والأم ليس لديها إلا اثنين متنحيين يحملون الصفة المتنحية XC small XC small. فعرفنا الحين تركيب الرجل XC small Y. إني حق الامرأة اللي تزوجها، هي امرأة غير مصابة بعمى الألوان ولكن والدها مصاب بمرض عمى الألوان. الأب
أبو المرأة اللي تزوجت من هذا الرجل كان مصاب بالمرض، فهذا معناته تركيبة الجيني إكس سي سمول واي، فهي ورثت، هي غير مصابة لكنها ورثت جين الأليل الذي يحمل الصفة المتنحية اللي هو الإكس سي سمول، فراح يكون تركيبها الجيني هي سليمة ولكنها حاملة للأليل المتنحي إكس سي كابتل إكس سي سمول. عرفت التراكيب، راح أوزع الأمشاج وأسوي مربع باند وأشوف النتائج اللي راح أتوصل لها. أنثى سليمة حاملة، أنثى مصابة، ذكر سليم، ذكر مصاب، وراح أكون كذي أنهيت حل المسألة. وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في إيصال المعلومات المفيدة لكم، مع خالص تحياتي وتمنياتي بالتوفيق لطلابنا وطالباتنا.